شل نفسك فقع يا بن عبادي، سدة الخور والحوطة تنادي. من هذا المعلم التاريخي الهام الذي تغزل فيه الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار رحمه الله، من الشحر حلقة جديدة ويوم جديد، ومن هذا المعلم التاريخي سدة الخور. سدة الخور تقع هنا في مدينة الشحر، المدينة التي تتميز بمعالمها التاريخية والأثرية، ويعتبر هذا المنفذ هو المنفذ أو الباب الرئيسي الذي كان قديماً يعبرون الناس إلى المدينة القديمة في الشحر. أعزائي المشاهدين، من هذا المكان التاريخي نبدأ بفقرات وحلقات برنامج الحواري، وننتقل بفقراته وجوائزه والمسابقة، ونشوف من المتسابقين اللي بيكونوا معانا اليوم في حلقة اليوم. وأكيد الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. التقينا بأحد الأشخاص من هنا من سوق شبام، واللي متحمس إنه يدخل معنا في هذه المسابقة. الأخ من معنا؟ عبد الله حسين غرامة من الشحر، مديرية الشحر. أهلا وسهلا. الشحر الأصليين. أهلا وسهلا. يا مرحبا. طيب أنت الآن موجود معنا في برنامج الحواري، وعندنا فقرة لازم إن أنت تجاوب عليها في فقرة السؤال التصاعدي. تجاوب أول سؤال تحصل على 20,000 ريال، تجاوب السؤال الثاني تحصل على 30,000 ريال، تجاوب السؤال الثالث أنت لك حرية الاختيار إنك تواصل معنا أو تنسحب. إذا جاوبت على السؤال الثالث تحصل على 50,000 ريال إضافة إلى 50,000 ريال الأولى. جاهز؟ إذا خسرت بترجع لإجابة السؤال الأول فقط، يعني تحصل على 20,000 ريال، تروح عليك 30 الثانية وتروح عليك 50. جاهز؟ جاهز. تمام، نبدأ الآن بالسؤال الأول لفقرة السؤال التصاعدي. تجاوب عليه بتحصل على 20,000 ريال. جاهز؟ جاهز. يلا، سؤالك يقول، معك شوف 30 ثانية عشان تجاوب. سؤالك يقول كم عدد أجزاء القرآن الكريم؟ بسرعة. جاوب جاوب. طيب، 30 جزء. 30 جزء. جاوب معنا الأخ من؟ هشام بشرحيل. من؟ هشام علي بشرحيل. الأخ هشام طبعا الحق بروح انسحبت خلاص، لأنه لازم أنت تجاوب على السؤال. عشان يتواصل معنا في فقرات السؤال التصاعدي لازم أنه يجاوب على السؤال الأول يحصل على الجائزة الأولى اللي هي 20,000 ريال. أسمع له أقوى تحية. مبروك عليك أول 20,000 ريال. مبروك. أنت سمعتني وأنا أقول له على سؤال تصاعدي صح؟ صح. عرفت المعلومة. السؤال الثاني يقول ما هي عاصمة السودان؟ السودان الخرطوم. الخرطوم وإجابة صحيحة. كذا أنت حصلت على جائزة السؤال الثاني اللي هي 30,000 ريال. حلو، وما شاء الله عليك تجاوب. وعاد نحن حتى ما بدأناش بالثلاثين الثانية. طيب شوف السؤال الثالث، هنا سؤال حماسي. تمام، إذا جاوبت عليه صح تحصل على 50,000 ريال، إذا جاوبت عليه خطأ تروح عليك 30,000. لما بجاوب تنسحب الآن. إذا جبت السؤال بنسحب خلاص. سهل السؤال. ها؟ سهل السؤال، خليك بتجيب. بنسحب. انسحب. خلاص، اسمع لها أقوى تحية. ألف مبروك عليك الجائزة الأولى والثانية في فقرة السؤال التصاعدي. المتسابق أخذ الجائزة وراح. كذا أنا بختم فقرة اليوم، كذا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. ننتقل إلى بقية الفقرات الموجودة معنا في ميدان الحواري. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الظرف او الصندوق، اليوم في الديس الشرقيه ومع اهالي الديس الشرقيه ومع الاصفر. حياك الله. حياك، كيف حالك؟ والله الحمد لله بصحتك. الحمد لله والله. الله يعطيك الصحه والعافيه، ما شاء الله من اهل الديس. نعم والله. خبرنا عن مناظر الديس الحين، اللي ما يشوف المشاهد ما يشوف المناظر كامله، خبرنا انت. والله الديس بصراحه فيها ترات وفيها يعني أشياء قديمة تراثية في الديس الشرقية، موجودة الآن، ومحمية شارمة ما شاء الله من كل مكان جوها، وفيها مصويبر وثوبان وعلاجات الحساسية ما شاء الله تبارك الله، فيها كثير من المعالم الأثرية والتاريخية. نعم أيوة. القديمة والحالية. نعم. ما فيك الصحة والعافية. نعم. اليوم معنا الظرف أو الصندوق مع الأخ معتز. نعم هيا. جاهز أكيد؟ جاهز. نجيب مجموعة من الظروف المختلفة من طاقم البرنامج ونشوفك هل إيش بتختار من هذه الظروف. اختار لي أحد الظروف.
تمام ان شاء الله. جاهز؟ جاهز مره. تسوق مره؟ جاهز. وقت سؤال وطلبه مهمه. وقت مهمه طلب اي شيء. اي شيء. اي شيء اللي قاع. اللي قاع. اهم شيء انه مش الضارب. مش الضارب بس. اه مش الضارب. ابغيت الصندوق؟ لا. ابغيت الضرب؟ لا ابغيت الد. غدا؟ ايوه. يلا ايش رايك لو اعطيناك ذا تشله خلاص معك؟ لا لا في ورقه ذا. هلا انت ايش بغيت؟ وانا ابو ذا. وايش؟ ابو خط. ايش بخط؟ ايش بخط؟ بوالف. 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 اه من الصغار مو كبار. احيانا في ورقه داخل الظروف تقول انه ناخذ كل شيء معك، يعني سامانك كامل. كم شيء معي؟ اه والله خلينا خلينا نروح بالعمام. العمام اجل العمام. خلينا اجل العمام. تعطينا العمام خلاص. هديه. هديه. تهديها لي وبعدين بعد الحلقه تقول لي هاتها. حق العمامه. من ذي الحين. ما شاء الله عشان الحين الناس بيقولون اصحاب الديس ما هم كريمين. اوكي مو كريمين فهم كرم فهم. آه. كيف هذا الحين هديتنا العمام وشل هذا له حقه مشان الشمس. اه مشان الشمس. والان معانا الظروف ومعتز. معتز اختار لي احد هذه الظروف. وين السمين؟ السمين. وين السمين؟ ماشي السمين. غدا. غدا. بنشوف ايش داخل هذا الظرف ايش مكتوب. امسك هذا الظرف نشوف ايش مكتوب داخل الورقه. تتوقع ايش؟ وقع والله ما انا داري. ها انا داري مشي ضلع ولا مكتوب داخل هذا الظرف سؤال. تمام. والسؤال هو من هو خطيب الانبياء؟ ابو لهب. خطيب الانبياء. لا اله الا الله. من هو خطيب الانبياء؟ شعيب. شعيب. شعيب قال نثبت على شعيب والاجابه صحيحه. نسمع له تحيه. حياك الله. حياك ما شاء الله مرت المعلومه معك. ايوه نشوف ايش بيختار الاخ معتز الظرف او الصندوق. نشوف سويا. وما شاء الله مشاهدينا الكرام زي ما تشاهدون وصل الان صندوق الحواري ومعانا الاخ معتز. حياك الله. حياك الله. يعطيك العافيه. امين ان شاء الله. الاخ معتز معانا ظرف. هات الظرف. ومعانا الصندوق. نقدر نقول لك الان الظرف او الصندوق؟ صندوق. صندوق. ليش الصندوق؟ صندوق كبير ضد صغير. اها ده احيانا تحصل فيه مبالغ سعوديه. اوه اه صندوق. بس صندوق. ابغى الظروف. ضرب. لا ويته ضرب شوفه مليانه. لا لا بس صندوق. صندوق. وهذا الحين عيبك الظرف. لا لا بس صندوقنا. ايش رايك نعطيك طرفين وتشل وتترك الصندوق؟ نشوف التاب. نشوف. هات لي الظرف الثاني. الحين معانا ظرفين. نقدر نقول لك ظرفين ولا الصندوق؟ يلا. آه. صندوق. 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 ظرفين. صندوق. خلص صندوق لنا. لا لا بس صندوق. ها آه جمهور ظرفين ولا الصندوق؟ صندوق. ظرفين ولا الصندوق؟ صندوق. كل الجمهور يقول لك صندوق. صندوق. قالوا كل الجمهور تبت على الصندوق لكن طاقم البرنامج قال يبغى الصندوق. صندوق خلاص. هو طاقم البرنامج يبغى الصندوق. كان ابغى الصندوق. لا لا هم بغوا. قالوا بيعطونك ظرف ثالث. اعطونا البعض خالص. الله الله. ثلاثة ظروف الحين معانا. صندوق. ثلاثة ظروف. بس صندوق. انتبت على الصندوق لكن قبل ما نفتح الصندوق نشوف ايش داخل الظروف. تبون تشوفون صح؟ ايوه. تبون تشوفون؟ ايوه. الكل يبغى يشوف ايش داخل الظروف اللي ما راح تكون من نصيب معتز لكن اللي داخل الصندوق راح نشوفه وراح يكون من نصيبك يا معتز. خلاص نشوف داخل هذه الظروف. نشوف الظرف الاول. ايش فيه؟ معتز ايش فيه؟ معتز ايش فيه؟ يا ريت لما تبعكم. افتحوا ورا الجمهور وروا. 100 ريال سعودي. 100 ريال سعودي. اوه يا ريتنا ما تبعتكم. كيف يا ريتنا ما تبعت؟ ما انا دايم صندوق. ده عاد له ظرف اول والثاني. اها 100 ريال سعودي ردها لطاقم البرنامج ما راح تكون من نصيب معتز. لو الحين ده اطلع عشان بدك تطلع. كم؟ 5000. ده 5000 ريال يمني و100 ريال سعودي مش من نصيب معتز. شغل هنا قال 40000. هنا شغل. هنا شغل. وين شغل؟ هنا. هنا داخل. يلا نشوف. 10000. الظرف الثالث اليمني ما طلع. التو سعودي طلع. 10000. 10000. يعني كلها صارت كم؟ والله معنا ده سعودي كم؟ معنا 100 سعودي.
ومعانا 15000 ريال طارت من ايد الاخ معتز. معانا الاخ معتز ثبت على الصندوق، نشوف الان سويا ايش داخل هذا الصندوق. جاهز؟ جاهزين. متحمس؟ مره. جمهور جاهز؟ جاهز. وتشوفون؟ لا. ايش رايك نشيل الصندوق وخلاص؟ يلا قوم اشيل. نروح قوم شيل الدرع. صندوق خليه. خليه شيله فغته كامل. صندوق خليه هو اللي بداخله. شيله كامل بس. هذا اللي فيه بس. خلي اللي فيه. طيب تعال تعال نفتح الصندوق مع بعض. يلا جمهور جاهزين؟ جاهزين. متحمسين؟ جاهزين. نفتح؟ جاهزين. يلا عد نادري 3 2 1. هي والعن. داخل الصندوق حبة تونة. ابد والعن. خلاص نقفل الصندوق. تشيل خلاص خلاص سنقف. عدا وادي عدا وهودي وهودي وغمز. مبلغ مالي. نشوف كم المبلغ. اي كم المبلغ؟ يلا نشوف. وين سبو؟ انا يلا فوق فوق. واحد. خمسين ألف ريال وحبة تونة. ايش بتسوي بدي؟ ده اعطيه حبة مسكية ولا شيء. بلا صيد ولا شيء. انت لا لا بتاكل التونة؟ ها؟ بتاكل التونة؟ عشيه ده هلا حق الرحلة. ده احنا عشيه عشيه فوق ده. ها؟ ده عادك بغيتي انت؟ ده ناقص ده. انت بغيتي عادك؟ ناقص ده. انت بغيتي؟ انت بغيت؟ ايوه. بما انه قال بغى شيء احنا راح نعطيك. يا سلام. احبك نحن يا معتز. اليوم بينا اليوم جينا عشان ندل على اهل الديس. سلة غذائية مقدمة من الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. عادك بغيتي؟ حياك. عاد عادوا. شكرا 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 بن هلابي. نشكر نشكر بن هلابي وطاقم الحواري. عادك بغيت؟ وقناه حاضر موز. عادك بغيتي ولا خلاص؟ والله اذا بس خلاص. عاد دقيق. يلا بغيت. عاد دقيق. بغيت دقيق. الاخ معتز بغى دقيق. هاتوله دقيق. هاتوله. اليوم جينا عشان ندل على اصحاب الدين. نسمع المعتز اقوى اقوى تحيه. دقيق حضرموت مقدم من الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعه بن هلاب للتجاره والصناعه. الحين معاك ايش؟ عاد بغينا تونه. وانا اندومي اندومي. نحب الاندومي. بما انه قال بغى اندومي بنجيب له اندومي. عشويه اليوم. نحن بنحبك يا معتز. اليوم في الديس الشرقيه ومعانا الاخ معتز. شاركنا في الظرف او الصندوق وحصل على سله غذائيه و 50000. الو بدايه حبه تونة. تومي حبة و... يا وسيكل حبه تونة. لا يا وين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة الطفولة من فقرات الحواري، الفقرة المختلفة من بقية الفقرات، الفقرة التي من خلالها نكتشف مواهب طفولية، شقاوة أطفال راح يكونوا متواجدين معانا في هذه الحلقة يا سماح. إذن يا عمر نلتقي مع المشاهدين هذه المرة من مدينة الغيضة وأحد حواري مدينة الغيضة هنا في محافظة المهرة. نلتقي مع مجموعة من الأطفال. أنا كونت فريقي من 2 عيال وعمر كون فريقه من 2 عيال. نبدأ نتعرف على كل من الفريقين ونشوف من بياخذ جائزة الفقرة أو جائزة البرنامج المقدمة من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. بتعرف على فريقي. أول واحد محمد. يا سلام يا محمد. زكي. زكي. معي محمد وزكي. شكلكم مستعدين. أيوة. مستعدين. مستعدين. إيش مكانة المواجهة؟ أيوة. حلو. ما شاء الله فريقك مستعدين. والحين حشوف فريقي. مستعدين؟ مستعدين. جاهزين؟ جاهزين. شفتي كيف؟ شفتي كيف الحماس يا سمح؟ نتعرف عنك. رعد. رعد. رعد رعد. رعد. من وين يا رعد؟ من اب. من اب. ما شاء الله عايش في المهرة. حياك الله يا رعد. اسمك؟ اكرم. اكرم. من وين؟ من حضرموت. حضرموت. عايش في المهرة. ايوه. اكيد ما شاء الله والنعم فيك يا اكرم والنعم فيك يا رعد. فريقي جاهزين يا سمح. ما شاء الله الجميع جاهز. طيب يا عمر ابدا من عند فريقي. يلا نشوف اول موهبه. قال بيقدم قران وهنا قال بيقدم انشوده. يلا نسمع محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ما شاء الله عليك يا محمد بارك الله فيك. والثاني ابي اشترى لي ساعه فلم انا
من الفرح أقربها مكهرب غطاؤها لا ينفتح في الليل تمشي والنهار لن تقف أو تسترح إذا سمعت صوتها يدق صدري وانشرح. شوف 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 الحماس اللي عندي شو ياخذوا الاندومي يا عمر. ما شاء الله متحمسين ونسمع لهم جمهور تحيه، نسمع لهم جميعا اقوى تحيه ما شاء الله. حبوبين امورين شطورين، احبوا ان يقدموا هذه الايات القرانيه وهذه الانشوده. والحين فريقي يلا جاهزين؟ جاهزين. متحمسين؟ متحمسين. يلا نبدا من صاحب اب ومن ثم ننتقل لصاحب حضرمان. يلا ايش بتقدم؟ شعر. شعر والنعم والله. يلا تعال خلينا نشوف نسمع الشعر. تخت 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 ويساعد المخ ولتنخيل من الديدان بين الترم. فنان ايش قلت؟ تخت 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 في ساحة المخ ولتنخيل من الديدان بين الترم. بين الترم. وما شاء الله الحبوب قدم شعر، الحين انت ايش عندك؟ تعال. ايوه تعال. ايش عندك؟ نكتة. نكتة؟ ايوه. ضحك ولا ما تضحك؟ ايوه كلكم تضحكون. ولو ما ضحكنا؟ ماشي خلاص ثلاث الاوان. ثلاث الاوان. بعدين بيقولون يا اخي النكتة حقه مش حلوة. عادي. عادي. اهم شيء طلعت التلفزيون. ها اهم شيء طلعت في قناه حضرموت. ايوه برنامج الحواري. ايوه تابعت البرنامج من قبل. ايوه يلا ذي الحين بغينا بنسمع النكته وحتى ما تضحك نحن بنضحك. يلا. ليش الحوت ما يعيش الا في الماء المالح؟ ليش؟ لان الماء الحلو يفسد الرجيم. اسمعنا تحيه جمهور. الله الله دلع الحوت اكيد. تحب الحوت؟ ايوه. ايش من حوت بحري تحبه؟ الحوت الازرق. الحوت الازرق اكبر حوت. أكبر حوت شفته مرة في الواقع؟ لا تلفزيون. التلفزيون تشوفه. بس الحوت الأزرق ما يأكلونه. أعرف. لكن هو يسوي رجيم. يسوي رجيم. عشان بس نطف. متأكد. عشان يقعك ماك. يعطيك العافية ما شاء الله. شفتي كيف يا سماح؟ الأطفال دائما مبدعين حبوبين، دائما نكتشف مواهبهم، نكتشف إبداعهم من فقرة الطفولة. ومجموعة بن هلال للتجارة والصناعة أحبوا أن يقدموا هذه الهدايا للأطفال الشجعان. طبعاً هذه كرتون الأندومي راح تقاسم ما بين الجميع، وهذه الظروف راح تتقاسم كمان ما بين الجميع. وهذا أول ظرف لمحمد، وأول ظرف وثاني ظرف لزكي، وبقية الظروف. وهذه الظروف لفريق الشجعان. تفضل. يعطيك العافية. شكراً لك أصحاب إب. شكراً لكم. إذن أعزائي المشاهدين زي ما شفتوا معنا إلى هنا نكون وإياكم، انتهينا من فقرات الطفولة هنا في مدينة الغيضة. ننتقل لبقية فقرات برنامج الحواري، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، وحياكم الله بفقرة جميلة جدا من برنامج الحواري الذي صنعت خصيصا لأجل الرحمة والتكاتف والإنسانية. نحن الآن في مدينة الحامي، المدينة التابعة لمحافظة حضرموت. نزلنا عشان نشوف الناس المستعففة واللي عندهم ديون كثيرة، ونشوف حظ من اليوم في تسديد الدين. نحن الآن في أحد هذه الحواري، بنعرف الحارة هذه اسمها أكثر لما نتكلم مع المنسق أكثر. الأخ من؟ ناصر شندور. أهلا وسهلا يا ناصر. من أبناء مدينة الحامي. أهلا وسهلا. مدينة الحامي أو الحارة؟ طبعا احنا الآن في حارة العابدين أو مسجد الخير هنا بجنبنا، ومن جنب الثاني مسجد العابدين. وهنا جنبكم البحر. هنا جنبنا البحر. يا حلوة مدينتكم إنها كذا مطلعة على البحر، يعني عندكم حاجات كثيرة في مدينة الحامي. إذا نحن في مدينة الحامي، نحن الآن في فقرة سددنا دينك، أحد فقرات برنامج الحواري. بحكم أنه أنت من أهالي هذه الحارة وعايش فيها وساكن فيها، أشتيك ترشح لي أسرة واحدة تكون يعني محتاجة كثير عشان تسدد دينها، وأنت تعرفهم أكثر أنهم مستعففين وكذا ورواتبهم قليلة، ويعني طبعاً تكون معدمة. أكيد هو طبعاً الوضع الحالي في البلاد خلى الناس الكل يعني محتاجين لتسديد ديونهم، وأغلب الناس عندهم ديون في البقالات. فنحن بحثنا وتحرينا في بعض البقالات، وجدنا أن في عائلة عندنا هنا محتاجين أنهم يسدد دينهم. عائلة أبو فرج رجال محتاجين أن يسدد دينه، ودينه وصل إلى مبلغ كبير. كم يعني؟ 170 أو كده. طيب أبو فرج، طيب أبو فرج هو إيش بيشتغل؟ وليش رشحته بالذات؟ والله رجل مقعد في البيت ومحتاج ان احنا يعني نسنده ونبقى معاه يد، نعطيه يد العون من اجل انه يكون افضل. نعم. حبيت ترشيحه انه رشح لنا واحد يستاهل، يعني رجل كبير بالسن ومقعد وعنده دين كبير وصل ل 170 قلت صح؟ طيب كم له متراكمه على الديون؟
والله حسب ما قال صاحب البقالة مش بتذكر بالضبط، يمكن حدود الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، وإذا رحنا نحن عند صاحب البقالة ممكن نفيد نحن بشكل أكبر. طيب نروح سوا عند صاحب البقالة. نروح سوا. يلا. وصلنا للبقالة اللي رشح لنا هي الأخ ناصر، نشوف صاحب البقالة. اسمك؟ إبراهيم أحمد مكمل. أهلا وسهلا. حياك الله. معروف بقالة اسمه إبراهيم؟ لا بقالة. ولا معك اسم ثاني؟ بقالة. بقالة. يا أخ إبراهيم، نحن الآن موجودين معك من برنامج الحواري لفقرة تسديد دينك. إحنا كلمنا الأخ ناصر إنه يرشح لنا الأسر المستعفة واللي عليها ديون كبيرة عشان نسدد دينها. أنت عندك ناس زي من؟ أبو علي. أبو علي نفس الأخ اللي رشحه. أيوة. طيب ممكن طلع لنا دفتر الديون عشان نشوف الديون تبعه والمصداقية أمام الكاميرا. طيب هو قال لنا إنه الدين تبعه خلال شهرين طلعها 170,000 ريال. ليش طلعها 170 وأنت عارف إنهم معدمين الحال؟ أيوة. ليش ما حاولتش توقف؟ بسبب الظروف المعيشية، ونحن نعرفهم طبعا وظروف البلاد، لذلك نتساهل شوي يعني مع المعروف. يعني تفك الدين عادي بالراحة؟ لا، مع المعروفين يعني، وأوضاعهم المعيشية معروفة قدها يعني. طيب هم دائما بيسددوا لك الدين ولا كيف؟ أيوة دائما يسددوا، بس يعني يبقى مخلفات من شهر شهرين كذا وتتراكم. المتراكمة الآن الميوس. متراكمة. طيب. هذا دينهم. أوكي. شكرا لك أخي إبراهيم. الآن لحظات وبنتواصل مع الأخ أبو علي ونفرحه بالهدية أو هدية البرنامج من تسديد دينك لهذه الفقرة وهذا البرنامج. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك الأخ أبو علي. أيوة أبو علي. أهلا وسهلا فيك. إحنا معك من برنامج الحواري وفقرة تسديد دينك. أهلا. طيب احنا الان متواجدين في بقالة الاخ ابراهيم وبقالة الصادق. ايوه حياك الله. الله يحييك. طيب يا ابو علي، ليش راكمت الديون هذه كلها؟ والله يا رياض برياض اللوزي. اها. انا برياض شد بالعدو وليس فينا له من الساعة الدباتي وصل علينا تقريبا اكثر من 170,000 عدو. ايوه كلمني انهم 170,000 خلال شهرين ومعكم تراكمات من قبل. وماشي معه وما قدر يسدد هذا كله. الله يكون في عونك. وعلينا الضريب علينا حلال وعلينا معاملة يبقى شنو ويدين فيه العديد والناس مو بيسهم الأكثر. طيب حيث علينا مرضيات. هذا الذي احنا نشتهي في برنامج الحواري وتلفزيون حضرموت. احنا نزلنا للناس ونزلنا الميدان عشان نلامس احتياجاتهم ونفرحهم ونقول لهم ان احنا سددنا دينهم بالكامل. جزاكم الله خير. الله ما تقصروا. شكرا لك. يلا شكرا. طيب الآن دينك قلت 170,000 ريال، احنا بنعطيك هذا الظرف ونشيك الآن تعده. مية وكم؟ وهذه 174. 74 يعني بترجع لنا 600 ريال. حلو، حقك لك وحقنا لنا. حلو، رجعها لأسرة البرنامج. هذه عادي. هذه معك 173,400 ريال. أهم شيء أنت مبسوط. الحمد لله. اليوم بتدخل بضاعة. الحمد لله. شوفوا الفرحة حق أصحاب البقالات، أول واحد بيسدد دينه وترجع هذه الضحكة. أهم شيء افتح لهم حساب جديد وبدأوا صفحة جديدة وبالعافية إن شاء الله بإذن الله. شكرا. أقصر. سلام. الله يحفظك. شكرا للأخ أيضا أبو ناصر أو الأخ ناصر الذي رشح لنا هذه الأسر المستعففة. لكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نلتقي في بقية الفقرات لبرنامج الحواري. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم وفقرة اليوم مع هذه اللوحة الجميلة اللي تجمع تضاريس مدينة المكلا بطبيعتها الجميلة والساحرة ما بين البحر والجبال. ولا ننسى سؤال الجمهور يا سماح، اللي من خلاله الجمهور راح يشاركون الإجابة على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي لدى تلفزيون حضرموت ولدى الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. راح نشتاق لجميع الجماهير اللي تشاهدنا من خلف شاشات تلفزيون حضرموت في برنامج الحواري. ننتظركم بعون الله تعالى في حلقة قادمة ومتسابقون قادمون وجوائز قادمة من الحواري. دمتم بعون الله تعالى وحفظه، ونختم مع بعض يا سماح. إلى اللقاء. لشهر رمضان فوائد وفضائل متعددة، منها العشر الأواخر وليلة القدر. وفي مثل هذه الأيام من العشر الأواخر من رمضان
يتحرى المسلمون ليلة القدر، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن، وهي خير من ألف شهر. السؤال: ماذا تسمى الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم؟ تحدي مسابقات لقاء الثقافات.